من تونس معي دكتور عليا العلاني الخبير في الجماعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عليا. ماذا يعني أن يقوم داعش بهذا الاهتمام اليوم بجعل أنصاره يردون على ما يقال بالعالم الافتراضي؟ مساء الخير وعيد مبارك. أعتقد أن حرب داعش الإلكترونية هي الأداة الأساسية في معاركها المستقبلية، وبالتالي نصائح داعش لأنصارها باستعمال مكثف للفيسبوك والهاشتاج بالخصوص، وهذا له 7 دلالات. أولا أن داعش فقد الجزء الأكبر من أرضه ومن قياداته العسكرية والسياسية، وبالتالي لم تعد له معسكرات ولا موارد مالية ثابتة يلتجئ إليها. ثانيا أن داعش يبحث عن روابط تجعله في اتصال دائم بأنصاره، وليس أفضل من وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فالحرب القادمة ضد داعش ستكون إلكترونية بالأساس، وهناك اليوم ندوات في أمريكا وأوروبا لتطوير وسائل التصدي لحرب داعش الإلكترونية. أن فيسبوك في الفترة الأخيرة قرر حذف كل المواد التي تتضمن دعوة أو تحريضا على الإرهاب. الدلالة الثالثة هو أن أسلوب التغريدات عبر الإنترنت هو أقل تكلفة من شبكات التجنيد التقليدية التي تم اعتمادها منذ 2011. والدلالة الرابعة هو أنه من المرجح أن يستعمل داعش مصطلحات جديدة مشفرة للتواصل بين أنصاره عبر الإنترنت، وهذا ما يفرض تكثيف الجانب الاستخباراتي لفك هذا التشفير. الدلالة الخامسة هو أن خطة داعش مستقبلاً هي انتهاج أسلوب الأرض المتحركة، فمركز الخلافة يصبح افتراضيا، وكلما وجد التنظيم فرصة لاحتلال أرض ولو صغيرة لمدة زمنية محددة فإنه لن يتردد، وتصبح اللي سيكون أساسه أو منطلقها هو العالم الافتراضي. أي طبعا سيكون العالم الافتراضي هو الأساس، وإذا رجعنا إلى الإسلام السياسي في الستينات نجد أن مفهوم الجماعة يمكن أن تقام في أي مكان وليس بالضرورة في بلد إسلامي. الدلالة السادسة هي أعتقد أن داعش تريد التغطية على فشلها بعد خسارتها المدوية في العراق وسوريا الآن، وبالتالي فهي تبحث عن أشكال جديدة للتحرك مثل الحرب الإلكترونية لتقول بأنها ما تزال قادرة على الضرب. سابعا أعتقد أن حربا إلكترونية مضادة لحرب داعش تصبح ضرورية في الوقت الحاضر، فعملية غسل الأدمغة عبر التغريدات والرسائل المشفرة والتبريرات الدينية. طيب هي بدأت أصلا الحرب الإلكترونية. الرسائل الإلكترونية صحيح، وخاصة يعني من ضمن ما أوردته قبل قليل بأنه أهم الصرح الإلكترونية بدأت تتحرك مثل ما قلت قبل قليل عن فيسبوك وما الذي فعله. ذكرت 7 نقاط، هذا ما لما داعش يلجأ إلى العالم الافتراضي في 7 أسباب برأيك، كيف سيساعده هذا الموضوع؟ بطبيعة الحال هو كما قلت هو الأقل تكلفة، وهو أيضا الأكثر نفاذا، وهو تعبير عن فشله، لأن نعم لا سيصل إلى ما يريده. أعني من هذا الموضوع هو يريد أن يصل إلى ما يريده، وبالتالي أعتقد أن المعركة القادمة هي معركة تكنولوجية بالأساس، ولا أتصور أنه سينتصر، لأن العالم الحر هو المتمكن من هذه الآلة أو من التقنيات والتكنولوجيات المتطورة جدا، وبالتالي هو سيبحث في كل مرة عن أساليب جديدة، ولكنه في نهاية المطاف لن يظفر بما ينال. هو الدليل على ذلك أن الرئيس أوباما الإدارة السابقة عندما كانت هناك المعركة ضد داعش كان البعض من عناصر الإدارة الأمريكية السابقة يتصور أن هناك سنوات طويلة، ومرة أوباما قال سنقضي على داعش 10 سنوات، واليوم نرى أن داعش تم القضاء عليها في أقل من 4 سنوات. إذن أعتقد أن هذه الحرب الإلكترونية لن يستطيع داعش أن يتمكن منها مثلما يتمكن منها الخبراء في الدول المتقدمة، ولكن بطبيعة الحال لابد من الاحتياط لهذه الأساليب والتمرس عليها،
ستكون أسهل محارباته إلكترونيا؟ بنعم أو لا لو سمحت. جيدة بالفضاء الإلكتروني. أسهل ستكون الحرب الإلكترونية على داعش دكتور عليا؟ لا، الحرب الإلكترونية يجب أن يكون لديها خبراء، هي ليست أسهل ولكنها ستكون حربا هامة، ولكن بطبيعة الحال هي أقل بكثير، أقل خطورة من الحرب التي كانت موجودة. داعش كانت يعني تملك عشرات الآلاف من الكيلومترات المربع من المساحات الشاسعة، اليوم لم يعد ممكنا، ولكن بطبيعة الحال هذه الحرب الإلكترونية تستوجب كما قلت خبرات ونفس ومعرفة جيدة بالفضاء الإلكتروني، وهذا ما يجب على الدول العربية والإسلامية الاستعداد له من الآن، لأن يعني الحرب القادمة ستكون ملامحها مختلفة عن حرب ما بعد 2011. شكرا لك. من تونس دكتور علي العلاني، الخبير في الجامعات المتشددة.